هترقص وياكي لو تفضلي سنة ترقصي عندنا لو تفضلي سنة ترقصي عندنا مش ممكن ابدا حنمل مش ممكن ابدا حنمل
برافو برافو يا كيتي، كنت جنان مدهشة. ميرسي. وازاي الحال يا استاذ؟ عال جدا جدا، والصاله مليانه للاخر جدا، والايراد جامد قوي الليله قوي قوي. يبقى هنقبل مرتباتنا الليله. ده انا بقالي شهر ما دفعتش ولا مليم. انا بقالي 3 اشهر ما دفعتش فلوس الخياط، وانا عليا شهرين اجره الشقه، عاوز ادفع فلوس فلوس. الواحد يود يشوف فين من صاحبه البيت. ده انا كل يوم اعمل مكياج عشان الترز ما يعرفنيش. اطمنوا كلكم هنقبض الليله. القبض الليله الليله بتدعيكوا يا بداري بداري وديكوا. دقيقه واحده. هو ده بقى اسمع ما اقول لك. الله، هو راح فين؟ فين المدير؟ مش موجود. مش موجود ازاي؟ استلم الايراد من الشباك ومشي بقاله ساعتين. يعني مفيش فلوس؟ مفيش قبض. لا. ما قالكش رايح فين؟ ما اعرفش. ما قالكش هيرجع امتى؟ لا. تعرف لما كنتش تقول لنا المدير فين هنخنق. احلف لك فين ما اعرفش عنه اي حاجه. ان شاء الله اعجز بعناية. لا، بعد الشر على عناية. ان شاء الله تكسر رقبتي بعد الشر على رقبتي. انا ما اعرفش هو فين. فاصل. فاصل. شاي. فول اس. فلوش. يا ساتر. فرق 4. بطلت ولا ايه يا استاذ عادل؟ طبعا بطلت. خسران 500 جنيه، 200 جنيه ايراد التياترو و 300 جنيه مستلفهم من مدير النادي. معلش يا استاذ علي، بكره تعوض. تسمح تدينا شيك بمبلغ ال 300 جنيه اللي استلفتهم مني؟ حاضر. بس التاريخ بعد 3 ايام. معلش. واقفه كده ليه؟ ما بتشتغلوش ليه؟ عايزين فلوس، عايزين نقبض. لن ترفع الستار. دفع قبل الرفع، عاوزين فلوس. يا جماعه ما تهزقونيش قدام الجمهور، اعملوا معروف واشتغلوا الليله وانا اخر الليل هديكم نص مرتباتكم، والباقي تقبضوه مني بعد يومين ثلاثه بالكثير. يعني مش هتاخد الايراد وتهرب دي امبارح؟ لا لا، بشرفي لا. طب لما نشوف. يلا بينا على الشغل. يلا يلا نقبض. خد انفق. ايه مالك شال هموم الدنيا على دماغك ليه؟ انا هتجنن، هتخلق من كتر الديون اللي فوق دماغي. معلش يا اخي، بكره تتعدل. ما بتتعدلش، كل يوم بتتنيل على اليوم. والمصيبه ان الحاجه الوحيده اللي بتجيب لي فلوس قربت تروح تطير من ايدي. قصدك على التياترو؟ ايوه. كل الارتيست عاوزين مني فلوس. ايجار التياترو بقالي 6 اشهر ما دفعتوش، وانظروني بالاخلاء اول الشهر. انا مش عارف هشتغل ايه بعد كده. طب ايه رايك بقى في اللي عنده حل تقبض منه قرشين يغنوك عن شغل التياترو وقرفوك؟ الحقني بيه. طب انفق انفق. انا هجيب لك 10,000 جنيه يكفوك. أوه. بلاش هزار، انت راخر. هو ده وقته؟ اهو ده وقته. انت فاكر اول ما اشتغلت عندنا كيتي؟ فاكر. فاكر لما نجحت واسمها ضرب في السوق؟ فاكر. فاكر لما سافرت تعمل فرح في طنطا؟ فاكر يا اخي فاكر. فاكر لما عربيتها ضربت في لوري وكانت هتروح في داهيه؟ اوه فاكر. فاكر بقى لما سيادتك امنت على حياتها ب10,000 جنيه ضد الحوادث والموت؟ اه فاكر طبعا فاكر. لكن انت قصدك ايه؟ لا انا قصدي شريف، نقتلها ونخبط ال10,000 جنيه. نقتلها؟ لكن دي تبقى جريمه، انت هتودينا في داهيه. مش احسن ما الداهيه تيجي جاهزه لغايه عندك؟ احنا عاوزين ال10,000 جنيه. بشرفي انا لو مأمن على حياتي ب10 جنيه كنت اموت نفسي وعشان اقبضه. لكن كتير ذنبها ايه؟ نقتلها ليه؟ واحنا ذنبنا ايه؟ احنا عاوزين ال10,000 جنيه. طيب وايه الطريقه اللي هتقتلها بيها؟ لا، الطريقه بسيطه وايزي خالص. ازاي؟ لكن دي ما فيهاش خطورة علينا؟ عيب، ده انت معاك المهلك. اهلا
بيكيتي اهلا ما شفناها من زمان، اهلا بيكيتي اهلا ما شفناها من زمان، قلوب كتير بتندهلا وكلا عما بتقلا وكلا عما بتقلا، احلى من كل الغزلان وعلى مين عتباني، من مين زعلاني وعلى مين عتباني، يا ساحر الاول وملوع الثاني، يا ساحر الاول وملوع الثاني، من مين من مين من مين زعلاني، وجهك قمر لو هل وجهك قمر لو هل بغار منه سهيل، يا ساحر الاول وملوع الثاني، يا ساحر الاول وملوع الثاني، من مين من مين من مين زعلاني، اشتاق الهوى عليكي الغافي عايديكي، كل العمر سكرى كل العمر سكرى من خمر عينيكي، ويا ساحر الاول وملوع الثاني، يا ساحر الاول وملوع الثاني، من من مين من مين زعلاني، درب بعيد ناري جوا القلب تزيد، قولي وين رايحة وين وين، قولي وين رايحة وين 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 يا الاشواق للاهل والاحباب، قلبي صبح مشتاق من فرقة الغياب، انت المنى والروح صار القلب مجروح، وياي يا 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 يا
جنيه. يا سلام، اتفضلي، ادي 50 جنيه. عجيبة، انا مش مصدقة اني خدت منك فلوس. ليه؟ هو انا ليا بركة اللي انتي؟ ميرسي. اذا كان يلزمك فلوس زيادة انا مستعد. لا معلش، لما ارجع من الفرح. وهتسافري امتى بالسلامة؟ بكرة الصبح الساعة 10. مع الف سلامة. خد وانفخ. ده ليه؟ ايه ده؟ يو؟ ليه؟ وفين الازاز اخو؟ ياما دهوت السودة ورا حد فينا. يا سويش يا ابو ناس يا دهوت يا نهار اسود يا دهوت السودة. ايه ده؟ انت كنت جوا العربية دي؟ لا يا اختي، العربية اللي كانت جوايا. وحي الفرقة عندك انت كمان عجلة برضو؟ عجلتي يا اختي، الناس ما امات، انا اللي فرقة عندي الاربع عجلات والعربية والموتور والفتيس، وبتهيأ لي ان انا كمان فرقعت معاهم. اعملي معروف ازاز الكولونيا ازاز الجاز عشان تفوق نفسك. لا يا اختي، عشان افوق الديركسيون. دي ما بقتش نافعة خالص. الحمد لله اللي جت على كده. هو في ألعب من كده؟ معلش تسمح تيجي معايا عشان تراكب لي الاستبل عشان انا معرفش. طب انا ما عنديش مانع، بس توصليني معاكي مصر. لا انا عندي فرح في العزب اللي جنبنا دي. طيب وهرجع ازاي؟ بسيطة، تيجي معايا ونرجع سوا. طيب يا ست امشي قدامي مستعد. يلا. الله الله، ايه الحكاية؟ انت بتعيط على ايه؟ بعيط على عربيتي يا مدموزي، لان عربيتي دي غالية عليا قوي، كنت وارثها عن المرحوم بابا، والمرحوم بابا ورثها عن المرحوم جدا، والمرحوم جدا ورثها عن المرحوم حوم جدا جدا. يا سلام، كل اجدادك كانوا بيركبوا العربية دي. امال يعني هي اللي كانت بتركبهم؟ انا مش عارفة ازاي كنت مسافر بعربية زي دي. اصل مضطر يا مدموزيل علشان اروح لخطيبتي تهبد القرشين اللي بجيبي اول باول. ياه، وليه كده؟ عملا بنظرية السيدة حماة المصور، بتقول محدش مخسر الرجالة الا الفلوس، فيجب على الزوجات انها تقشط جيوب ازواجهم اول باول. اسمع يا مدموزيل، اعملي معروف مش ممكن نفوت على اي بلد قبل ما تروح الفرح عشان نشتري بدلة جديدة. طبعا، امال عايز تروح كده؟ طيب الله يخليكي، فوتينا على اي بلد ينجح لك المقص. يا عربي. قولوا للعروسة مختاري وسط البنات يا مدلعة، وهاتوا العرس هاعشطري علشان سنانه مخلعة. قولوا للعروسة مختاري. عروسة
عرفتنا 16 سنة أما العريس 100 وكذا وجينا ليه كان حقنا بعتنا التلغراف عدا باركولوا وادعوا لربنا يهفوا طرما يا أربعة قولوا للعروسة مختار ايه اللي بالأدب دي يا فنجلتا اللي ما تكتشيش عيب أنا عقبال ما تفرح والدتك بدخلتك زيه كده ونيجي نمشي بزفتك ونجيب معانا معددة تقدر تقول لي حضرتك طاقية دي ام بردعة قولوا للعروسة مختاري يا خرابي يا خرابي قديمة قوي ومسوسة من يوم عرسنا ما اتولد هاتوا قهوة سادة كويسة او حتى صحن مسقعة قولوا للعروسة مختار المغني ده ما عندوش كم ابدا باين عليك كده من بعيد في شهرك التاسع عشر وبتنتظر حادث سعيد على الله بس يكون بشر ما يكونش من جنس البعيد وينط زي الضفدعة قولوا للعروسة مختاري ايه تنيلي هو انت فاكرانا الفرح ده يندلق وتنفلق وان شاء الله تصبح طوبعة قولوا للعروسة تنيلي على بختك النيلة الضابة قولوا للعريس بقى في البلد غريبة انا ما كنتش اعرف انك بتغني ده انت صوتك مدهش الله يخليكي انا في الحقيقة مطرب وملحن كويس قوي بس كان صوتي مخستك شوية وده من حسن حظ المعازيم وانا لما صوتي بيبقى مخستك احسن من صوتي وهو مش مخستك على كده لو ما كنتش مخستك كان زمانك في قصر العين وعلى العموم انا لقيت الفرح دمه تقيل فشطبته بالاختصار وليه ما بتشتغلش في تياتر يا ستي هو انا لقيت وقلت لا يا ريت طب انا هكلم لك مدير التياترو اللي انا بشتغل فيه أيوة. عشان تشتغل معايا ابوس ايدك الحقيني بيه طيب انا ما عنديش مانع اشغله علشان خاطرك انت ميرسي طب استنى انت بره عشان تعمل بروفا على النمره اللي هتعملها الليله ميرسي قوي قوي ميرسي على ايه ده احنا اللي متشكرين قوي قوي يا سيدي شكر الله سعيكم اقعدوا بالعافيه والله قبضنا التامين والحمد لله ها اعمل ايه لسوء الحظ اذا كان العجله ما تضربش الا قبل اللجم بمترين وما تجيش الا في الحمار ده طب وايه العمل دلوقتي ما تخافش انا هخلصك منها الليله باي طريقه من غير ما نكون مسؤولين لنا ولا انت هتعمل ايه خد انفخ هات هات شوف بقى يا سيدي صباحية مباركة يا صباحية وفي 60 ده هي يا عزوبية والله اتلمت وبقالي بيت بيسموه بيت الزوجية صباحية مباركة يا صباحية انا زوجتي انا سيختي عليها بتجيب لي القهوة برجليها وبتعرف تمشي على ايديها وكمان وسطها زي المية صباحية مباركة يا صباحية ايه انا خارج
بس اوعى تغيب يا منايا ويا عز حبيب عايزك تعملي يا مراتي مكرونة وحلة ملوخية حاضر يا حبيبي على عليا انت لوحدك ايوه لوحدي جوزك عندك لا مش عندي يعني يا روحي صفلنا الجو او يا حبيبي ونروح لو خبيني في اي دولاب جيت في معادي يا حلوة انا جيت حدش هنا عندك في البيت ابدا ما حدش هنا فين المغفل خرج اذا نهيص وحدنا ليس علينا حرج باين وزع الباب طب خبيني في اي دولاب اتأخرت عليك شوية ده انا بستنى من الصبحية جوزك فين ما خرج من بدري اما صحيح تسليم النية باين جوزي على الباب طب خبيني في اي دولاب بونجور يا جميل بونجور ده انا تهت يا نور العين قايله لك اول دور في الشقه نمره اتنين تخليه معاك اول ما تلاقي الاربعه خرجوا من الدولاب أيه. تضربها على طول طيب واللي فيه ده ما يعورش ما يعورش مالكش دعوه مش هقول لك عليه تعمله بس حاضر يا نهار باين وقع الباب طب خبيني في اي دولاب رجعت بدري ليه نسي
الزيت يا ست دوسيه. والزيت فين؟ جوه الدولاب. لا مش هنا، مش في الدولاب. انا بقول لك في الدولاب. وانا بقول مش في الدولاب. في الدولاب مش في الدولاب. ايش عرفك؟ اوعي كده. يا نهار ابوكي، مش ولا بد، ايه كل دول؟ اه يا مجرمة يا ملعونة، انا لازم اوديك في داهية، اطلب ملوخية ومكرونة، تعملي اربع حلات بامية، اتريكي زوجة بالبلا، يا مرات الكل يا مزبلة، خليتي سرتي ملوثة، عليك اللعنة المقدسة. اتشهد اوام على روحك، في دقيقة هتطلع روحك. معلش النوبة. لا وخلاص التوبة. لا سامحني يا روحي. مش ممكن. لا والنبي. طب روحي منك لله. اقتلها اقتلها. اسكت انت يا غبي. العفو عند المقدرة احسن كتير من الشوشارة. العفو العفو العفو. العفو عند المقدرة. العفو عند المقدرة احسن كتير من الشوشارة. العفو العفو العفو. العفو عند المقدرة. قالوا الميسامح ده كريم، واللي اتعود راح يستقيم. حرمت والله العظيم اعمل امور الهنجارة. والعفو عند المقدرة. العفو عند المقدرة احسن كتير من الشوشارة. العفو العفو العفو. العفو عند المقدرة. ايه ده؟ ازاي يا مغفل تبوظ الرواية؟ ما بوظتش ولا حاجة يا اخي، الناس عمالة تسقف ومبسوطين. انا مش قايلك اضربها بالمسدس؟ ما انا جيت اضربها، اعتذرت يا اخي. والعفو عند المقدرة. مقدرة مين يا مغفل؟ انت بوظت الرواية. لا ما بوظتش ولا حاجة، كده كويس والمسامح كريم. اذا كان المؤلف كان عاوزك تضربها بالمسدس. مؤلف حمار، واحنا لازم نقفل قفلة تغم. ابدا كده قفلة سعيدة. كتك داهية في وشك سعيدة. يا اخويا الناس العبط اللي ما بيفهموش دول، انك لغبي ومستحكم. انا حجاني من الراجل اللي جابته لنا ده، كل ما وضب لها موته يبوظها. في الفرح حاولت اسمها مفيش فايده، هنا حطيت في المسدس رصاص حقيقي يوم ما يضربوش ويغير لي نهايه الروايه. المهم احنا ما عندناش وقت، لازم نخلص منها باي طريقه الليله، والا هروح في داهيه. انا هسبقها دلوقتي على البيت ويجيب لك خبرها، يا يجي لك خبري انا. Thank you.
بين ده لده. غريبة أوي. غريبة أوي. مفيش حد في الأوضة. يمكن بحل. اللهم اجعله خير. الاستيمة ده. انت يا اسماعيل. مين اللي بيصحيني ده؟ انا كيتي. كيتي؟ اما قللت الادب قللت الحشمة صحيح. ازاي تجيني في ساعة زي دي؟ امي لو شافتك معايا تقول عليا ايه؟ تقول ان واحدة بتكلمك. يا سلام. واحدة بتكلمني. واحدة تخش في اوضة واحد عادل في نص الليل بمناسبة ايه؟ لا هو قريبها ولا نسيبها ولا حماتها ولا مراتها. تبقي قللت الادب. ما عندكيش دم. ما عندكيش حياة. مش ده المهم. انا جيت لك دلوقتي علشان مسألة مهمة قوي. ايوه بس بالدفع. مين اللي فتح لك الباب؟ خشيتي ازاي؟ انا ما دخلتش من باب. انا دخلت من الشباك. يا حلاوتي. تبقي بقى من اللي بينطوا على بيوت الناس. اعملوا معروف سيبين السعادة بحالي. ما تقعديش. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار مش مهبول. الحقيني يا ماما. انجديني. اعملي معروف. سلامتك يا روح ماما. انت كنت بتكلم مين؟ بكلم كيت الرقاصه معي قدامك اهي. مفيش حد يا ابني قدامي. انت لازم بتحلم. بحلم؟ في حد بيحلم وهو صاحي؟ ده انا كنت بكلمها زي ما بكلمك كده. امال رايحين فين بس؟ انا عارف يا ماما. اعملي معروف. دوري عليها في الدولاب وانا هدور عليها تحت السرير. دور يا ابني. غريبة أوي. مفيش حد تحت السرير. ولا في الدولاب يا ابني. انت لازم كنت بتفكر في عروستك وبيتهيألك ان البنات والستات بيدخلوا يعكسوك ويهزروا معاك. دي مش تهيؤات وحياتك يا ماما. دي حقيقة. دي كانت هنا وبتكلمني زي ما بكلمك بالظبط. نام يا حبيبي نام. الله يهديك. وقرا الفاتحة ثلاث مرات عشان تبعد عنك الأحلام الوحشة. حاضر يا ماما. انت لازم ما كنتش متغطي كويس. ايوه يسر. تصبح على خير يا حبيبي. من اهلهم. الله يخرب بيتك. ما تولعش النور عشان تقدر تشوفني. مش هتقدر تشوفني الا في الضلمه. في الضلمه؟ ليه؟ هو انا هتفرج على فيلم؟ بقى انت بني ادم انت؟ لا انا روح. عارفه ما مشيتيش من هنا. كترش في كلام وقوم معايا. اقوم مين؟ لا انت ولا اضعف منك. عوضني من السرير ده. بقول لك قوم. ايه يا بنت انت شاربه حاجه؟ عاوزه مني ايه؟ عايزاك تيجي معايا على بيتي. اما انك قللت الادب صحيح. انت لازم اتجننتي. في واحده ست في وشها ثلاث نقط دم تخش في اوضه واحد غريب وصحي من النوم وتقول له تعالى معايا بيتي. انا عايزاك تيجي معايا علشان تدور على اللي قتلني. اللي ايه؟ طب ما تقولي كده من الصبح. بقى انتي مقتولة. لا ده انتي مقتولة. مش معقول واحدة مقتولة وتكلمني وهي كده كاملة العادة. صدقني يا اسماعيل كيتي اتقتلت الليلة دي. الله. امال انتي ايه؟ عفريتتي. ما بلاش هزار ماض. اعملي معروف اخرجي من هنا احسن اقوم اقتلك بحق وحقيقة. انت مصدق اني عفريتة؟ مش مصدق ومش هصدق وملعون ابويا اذا كنت اصدق. وايه اللي خليك تصدق اني عفريته؟ وريني شهاده تحقيق الشخصيه. تعرف لو ما قمتش معايا ههد البيت على دماغك واخليكم تراب. يا ست اعملي معروف ابوس ايدين عفاريت ابوك. اعتقيني بقى وروحي لحالك. مش هخرج من هنا الا اذا قمت وخرجت معايا. لا ما تاخدنيش بقى اذا انا قمت ورميتك من الشباك. ها الله. يا نهار اسود. تبقوا قدامي وامسك الهوا. انا عفريتة. صدقت وامنت. عاوزه ايه يا مدموزيل عفريتة؟ اتفضل تعالى معايا. حاضر بس خليكي بعيد عني احسن تحرقيني. لازم تدور على اللي قتلني وتسلمه للبوليس. انا ما اقدرش اعتمد الا عليك. يا نهار اسود. يا ست هم قالوا لك عليا ايه؟ شارلوك هولمز؟ الم مباحث؟ ده انا مفيش احمر مني في الدنيا. ما تحاولش تتهرب مني. تعالى معايا. Ha 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 ha
الباب احسن علشان انا مش متعود على ماشي الهوا. زي ما يعجبك، تعال ورايا. يا نهار اسود، الله يقطم لي وسطك الله. ما تمشي يا اسماعيل. ما انا ماشي اهو، الله يخرب بيتي وشربطتي لي وشي. يا بقي. وين السعد رايح على فين يا اسماعيل؟ رايح مع بسلامتها مشوار. بسلامتها مين يا ابني؟ انت هترجع تخرف تاني. ما بخرفش ولا حاجه يا ماما، ما هي قدامك اهي. هي فين يا ابني؟ هي مين؟ يا خساره عقلك يا اسماعيل. محدش يقدر يشوفني ولا يسمع صوتي غيرك انت بس. تعالى ورايا. يا ابني هتخرج من الباب ازاي وهو مقفول؟ زي هي ما خرجت منه وهو مقفول. جود ايفنج يا ماما. عليه العوض في عقلك يا ابني. خسرت شبابك ولا انت لسه صغير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي يا ست، انت مش حافظه آية الكرسي ليه؟ علشان تحفظهاني اقراها عليك. خلي قلبك جامد. قلب؟ وانا فيا قلب علشان اجمده؟ ادخل. ادخل؟ ادخل فين يا ست؟ ادخل عشان تشوف الجثه. جثه؟ جثه ايه؟ هو انت فاكراني حنموتي؟ بقول لك ادخل. حاضر، ما تزوقيش يا ست. مش قادر انك تدخليني على واحده ست نايمه. دي مش واحده نايمه. امال ايه؟ دي القتيله. طب ما تقولي ايه بتقولي ايه؟ طب خرجيني من هنا. مش عايز تخرج والقتيله محطوطه قدامك. يعني محطوط قدامي ديك رومي؟ ما هي مقتوله وسايح دمها اهو، مش قادر اشوفها، مش قادر ابص لها. خرجيني من هنا. مش ممكن تخرج من هنا قبل ما تفتش عن القاتل وتقبض عليه. وهو القاتل هيقتلها ويقعد ليه؟ مستني اجرة ايده. فتش، دور في كل حتة لحد ما تلاقيه. الله يخرب بيت الساعة اللي شفتك فيها. مش موجود هنا. ولا هنا. ولا هنا. ولا هنا. يا اخواتي بس هو راح فين؟ انا لو اهو لهنا. يا اختي عينة منه. يا نهار اسكت. لقيت ايه؟ جيب جاكيتة. يظهر المجرم وهو بينط من الشباك، المسمار شبك فيه وقطعه اهو. ده انا حماق ده. يا نهار يا ابو اليد. مالك؟ الحقيقي المجرم اهو. هو فين؟ ده انا حقام. يخطفو عليك وعلى اللي خلفوك. يخرب بيتك ده اتضح ان انا. كده اظن صحيت الجيران، ويمكن تقع انت في التهمه. هو انت تبقي ورايا وما اقعش في 500 تهمه؟ اعمل ايه دلوقتي يا اخواتي؟ قدامك علبه البودره بتاعتي. لغمت وشك بالبودره عشان ما حدش يعرف. حاضر. واخرب بيتي. سأقول اغمطه. يا نهار اسود، دول مالهم بيصرخوا كده. الله. اصوات هنا من اوضه النور. يا جماعة استنوا شوية لما لغمة تخش عشان ما اعرفكوش. قتيلة 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 قتيلة. دي مضروبة سكينة. امال يعني مضروبة ابويا؟ انت اللي قتلتها. انا؟ ايوه انت. دخلنا هنا لنحفى على القتيلة. امسكوه. بابا ليه؟ النيابة. النيابة والمحافظة والبوليس. علشان مين يا جماعة؟ علشانك انت يا قاتل. يا سفاح. يا سلمترا يا مسكينة. يا ناس انا مظلوم. انا جيت لقيتها مقتولة. جيت من ايه؟ جيت من بيتنا. عفريتة القتيلة جابتنا على هنا. انت بتسخفنا؟ انت بتضحك علينا؟ حد يروح يبلغ بيه سواق؟ ما تستنى يا جدع انت وهو. ما تظهر يا بنت المؤذية. انا جنبك. طب ما تقول لهم على الحقيقة احسن، هيودوني في داهية.
محدش يقدر يسمعني غيرك. يا حلاوتك، يعني المشنقة مضمونة. انت بتتكلم على الهواء؟ عاوز تصنع جنون؟ اذا اتحركت احرق بالنار. يا ساتر يا رب، هو انا يا ابني اقدر اتحرك؟ الله يخرب بيتك يا وش النواكب، ما تلحقيني. ما تخافش. الله، انت واقف تتفرج عليهم، ما تهرب. ايوه اديني ههرب اهو. اياكم حد يقرب لي، اوعى حد يجي ورايا، هعدمكم العافيه يا قتالين قتلة. الظابط، انا شفت واحدة مقتولة في قلب الشقة. انت متأكد من الكلام اللي بتقوله؟ طبعا الا متأكد، انا شايفها بعيني. طيب انا هبعت حالا قوة من رجال البوليس البيت وهخطر النيابة للتحقيق في الجريمة دي. يا حفيظة يا حفيظة، يا رب يا رب يا رب يا رب اديني قفلت الباب بالمفتاح، عم اشوف هتجيني منين الست الحرامية دي. يخرب بيتها يا رب. ده ايه اللي جابك تاني يا بنت الاباليسة؟ انا جيت عشان اجيب لك دي. دي؟ ايه دي؟ يا ماما انت جايبه لي ايه؟ هدية؟ ده انت جايبه لك نادر، جايبه لي بني ادمة بالفور. انا جايباها اخبيها عندك عشان المجرم ما يلاقيهاش ويصرف بوليسة التأمين. طيب حواتي يا بنتي، خدك ربنا ما تاخديها تخبيها. وانا اوديها فين؟ اوديها على الارض. اخزى عليك، صح برضو تطردني؟ لا يصح ازاي، ده انا هعمل لك حفل التكريم، ده انا هعمل لك حفل التأمين. مش كفايه اللي جرالي من تحت راسك؟ اعملي معروف حل بقى عني وب 600,000 داهيه. اروح لمين؟ ده انا يتيمه ومسكينه ومليش اهل ينتقمولي. ولما لقيتك طيب وابن حلال اخترتك علشان تاخد لي حقي من اللي قتلوني. اخد حقك ولا اخد مؤاخذه؟ انا ما يخلصنيش يجرالك اي ضرر بسببي، انا هكون جنبك تمالي عشان اخلصك من اي مصيبه لحد ما تقبض على اللي قتلني. طيب اتفضلي انت بقى والصباح راح. يعني خلاص ناوي تساعدني؟ ما يكونش عندك فكره، انا هدور واشوف مين اللي قتلك واخلي العداله تنتقم منك. ربنا يكبر بخاطرك. ارباي احنا ما عندناش مانع ابدا نصرف لكم بوليسه التامين بعد ما نتاكد من وفاه المؤمن عليها. ما الجيران قالوا في المحضر انهم شافوها ميته. كل ده ما يثبتش، لازم مندوبنا نشوف بعين. اثبتوا الوفاه واحنا في خدمتكم. طيب متشكر. العفو يا فندم. عاوز ايه يا اخينا؟ تلغراف علشان حضرتك. وجايب لي تلغراف بمناسبه ايه؟ خليه علشانك. يا فندم هو انا جايبه لك من عندي؟ امال جايبه من عند جروبي؟ واحد بعته لك، اتفضل. ما تفضلش، خليه عشانك بقول لك. اعمل معروف يا حضرت ورانا اشغال، ما تعطلنيش. اتفضل. انا اخاف موت من التلغرافات، وما استلمتش في حياتي غير اتنين العم من بعض، واحد بوفاه ابويا، والتاني بوفاه عمي، والتالت ده ايه؟ بوفاه امي؟ سبحان الله في طبع حضرتك. هو يعني كل تلغراف لازم يكون فيه موت؟ امال يعني هيكون فيه بدله جديده؟ اسمع ميتك. اسمع. انت تقرهولي، اذا كان خبر كويس ادهوني، واذا كان خبر وحش. اوكي يلا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايوه هات يا خلصني. ها ايه سنصل اليوم. هو مين عزرائيل؟ انا وعروستك. ايوه والدة عروستك يعني حماتك. حلو. الامضاء والد عروستك. ايه رايك بقى؟ حاجه مفيش الطف من كده، انت احسن تلغراف في الدنيا. زق بقى لك للنبي واهل بيته. زق
يا سلام. ماما ماي فاذر ماي ماما ماي المانا. مالك يا اسماعيل؟ هما العفاريت ركبوك تاني. ايوه ماما، هو التلغراف ده منه. من العفاريت؟ لا يا ماما، بعد الشر، من اهل العروسه بيقولوا جايين النهارده. يا حلاوه النهارده، يا جمال النهارده. لازم جايين عشان يكتبوا الكتاب. الف مبروك يا حبيبي، عقبال البكاري. الله يخليك يا ماما، عقبالك. اسمع منه يا رب. يا عيب يا ماما. اقعدي جنب امك، عاوز اكلمك. حاضر يا بابا. النصايح اللي هقولها لك دلوقتي يا زلابيا يا بنتي لازم تخليها حلقه في ودانك. كان عريسك اسماعيل يحبك، بتضلي شريكه حياته لحد عزرائيل ما يلهم حياته. حاضر يا بابا. السعاده الزوجيه تتوفر للزوجه اذا توفرت فيها ثلاث كتاب: عاميه وطرشه وخرصه. حاضر يا بابا. عامية ما تشوفيش عيوب جوزك، خارصة ما تشهد حاجة، طرشة ما تسمعيش كلام أمك. شملون ضريبة. بابا حاضر. أنا اللي جاب رجلي في أمك ضريبة هانم. الثلاث حاجات دول أول ما اتجوزتها كانت عبيطة غلبانة مختشية مستحية، ولا تقوليش هاتلي منديل. بقيت أدعيلها وقول ربنا يطول عمرك يا ضريبة هانم، ربنا يكملك بعقلك يا ضريبة هانم. ودلوقتي يا بابا؟ لا دلوقتي بقت ضريبة كسب عمل، ضريبة أرباح تجارية، ضريبة أرباح استثنائية، وضريبة تركات كمان. ما هو من جوعك وبخلك يا سي شملولة فندي اللي ما فيه يوم فرحتني ودخلت عليا وانت شايل لي فستان جوز جزمه ولا حته بسبوسه. كدابه، انا مش جايب لك فستانين، واحد صيفي وواحد شتوي اول ما اتجوزتك. دابهم بقوا منخل، عملتهم منسحه للمطبخ. ما هو من ادمانك، ما انا مستخدم في الحكومه وبقالي في الدرجه 27 سنه. ما دبتش ليه؟ ما تفتكتش ليه؟ ثم انا كمان ما عنديش غير بدله واحده محافظ عليها، اما اكون خارج الشغل البس عليها البيضات، وقدام المدير اقلع البيضات. لازم تكوني مدبره. شملوه لريبه. ها بابا بابا ما تضحكوش علينا الركاب. حاب عندك حق يا بنت. نرجع تاني للنصايح الابويه. النصيحه التانيه، علشان تفضلي طول عمرك غاليه عند جوزك لازم برضه تتوفر فيكي ثلاث صفات: الخفه والحياء والدلال. يعني ايه يا بابا؟ يعني تبقي زي الستات المحنكات يتمنعن وهن الراغبات، ويتدلعن وهن العايزات، ويترفعن وهن الذايبات. ماما بتعمل كده؟ اختشي يا بنت الله، عمرها ما عملت كده. شملون ضريبة. بابا طيب. المهم يا بنتي ما تندلقيش على جوزك مرة واحدة. حاضر يا بابا. اظهري له عواطفك بالتقسيط، يعني ركبي لقلبك فرملة تستعمل عند اللزوم. حاضر يا بابا. احنا قربنا نوصل مصر. زلابيا قومي هنعي لابوك البيضات. حاضر يا ماما. خدي العروسة يا ماما. يلا يا بابا. يا نهار اسود يا ماما، دلوقتي الساعة 11:30 والجماعة لسه ما جوش. هما ايه؟ جايين ماشيين؟ زمانهم جايين يا ابني، يمكن البابور بيتلطخ كده ولا كده. لا يا شيخة، لازم جايين في بابور ظالم. الباب بيخبط، لازم هما، روح افتح لهم. حاضر يا ماما، بس بصيلي كويس كده. انا حلو زي القمر. الله يخليك يا ماما. يلا يلا روح افتح لهم. طيب بس قولي لي يا ماما والنبي، انا فيا سكس ابيل؟ امال طالع لامك. تعالي معايا. يلا يلا. يا رب يا امه يا رب والنبي والنبي. يا قد في الاهل يا قد في الاهل متشكرون. غرقت البيت عسل ابيض يا مدموازيل زلابيا. ميرسي. نورتي بلدنا يا مضروبه هانم. ضربه؟ مضروبه ايه يا ماما، اسمها ضريبه. ضريبه هانم.
مضروبة أحسن من الضريبة، أقل فيها معنى. معلش يا ماما معلش. اتفضلي اتفضلي، بعدين نبقى نتفضل على مهلنا، بس لما ناخد البيت نجيب لها كم فستان من عند شنكرير، وبعدين نبقى نشرفكوا على كيفنا. يلا يلا يا شملون، يلا يلا يا زلابيا، يلا. يا سلام يا زلابيا، انا فرحان قوي علشان حينكتب كتابنا، وبعد ما حينكتب كتابنا حنعمل الدخلة. وبعد الدخلة حنعمل ايه يا اسماعيل؟ لا ده انا بقى اللي حامل زلابيا. نعم يا بابا. فرملة. حاضر يا بابا. فرملة ايه يا اخي؟ هو انا هتجوز سبنسة؟ يلا يا شملول قبل شارع فؤاد ما يقفل. ونشتري ليه من شارع فؤاد؟ هو المسك كفر؟ بص لازم نشتري من شارع فؤاد. لا لازم نشتري من المسك. لا هنشتري من شارع فؤاد. لا هنشتري من المسك. لا من شارع فؤاد. بقول لك من المسك. شملول غريبة. ماما ماما عطايم يا جماعة، اللي ما تلاقوش في شارع فؤاد تلاقوه في المسك، واللي ما تلاقوش في المسك تلاقوه شارع فؤاد. كلامك حلو يا حنان. عن اذنكم رايحين وراجعين تاني. ما تتفضلي معانا يا ست ام اسماعيل. معلش اتفضلوا روحوا انتوا، وانا هنا هحضر لكم الغدا، بس ما تغيبوش. ما تيجي معانا يا استاذ اسماعيل. ها لا اصل هقعد مع ماما. زلابيا فرفاله شملول يلا بينا. الله هم واخدين زلابيا ليه ياما؟ هم هياكلوها. اما حته عروسه انما في غدي. احنا النهارده كله نهارنا ناجي، نهارنا عشت، نهارنا عشت. سعيدة يا اسماعيل. لا سعيدة ولا فقيرة، أنا بس بالدفع. أنت بتطلعي بالليل ولا بالنهار؟ في أي وقت يعجبني. إزيك يا اسماعيل؟ الله لا يكسبك، بس بالدفع. أنت عاوزة إيه؟ تتغدي معانا؟ لا، أنا جاية أقولك على حاجة. إيه هي؟ أنا ما نمتش طول الليل. ليه؟ هي جهنم مرخرة فيها أكلان؟ مش عارفة إيه اللي حصلي بعد ما سبتك ليلة إمبارح. ده انا اللي حصل لي مش انتي. حصلك ايه؟ حصل لي سيبان فروك، حصل لي مرض، حصل لي ركعتين لوجه الله علشان تغوري من خلقيتي. لكن انا اللي حصل لي اكتر من كده، بعد ما سيبتك حسيت ان قلبي والي على النار. لازم كلتي حاجة حامية. ابدا، النار اللي حسيت بيها نار الحب. حب؟ يا اخي حبك برص، هي العفاريت الاخرى بتحب؟ طبعا يا اسماعيل، احنا مش مخلوقات بنحس زي البني ادمين. تمام، شيء جميل قوي. وبتحبي مين حضرتك؟ بحبك انت. بقى اسمعي يا بنت الابل سنتي، انت تحل عني وبلاش تلاقي حجتك، دوريلك على عفريت زيك وحبيه. مش ممكن احب حد غيرك. يو هو الحب بالعافيه؟ بالعافيه وبالضرب كمان. انا هفضل هنا جنبك لحد ما تبرد نار قلبي. اعملي معروف خلصيني من مصايبك. ابدا يا اسماعيل، انا بحبك وقلبي مش هيستريح الا لو نفذت طلباتي. وطلبات السيادة ايه؟ اروح معاك السيمة؟ لا تتجوزي. ايوه تتجوزني. انا مش عارف ليه ما خدوكيش سرايط المجازين بتاعت العفاريت. هو معقول ان انا اتجوز عفريتة عشان اخلف شعرتين؟ وماله؟ وماله ازاي؟ لنفرض ان انا رضيت علشان اتجوزك، انهي مأذون يرضى يكتب كتاب بني ادم لعفريتة؟ ما انا مش هتجوزك وانت بني ادم، انا هخنقك ولما يطلع عفريتك هتجوزي. يا حلاوتك، ابعد عني يا بنت المكذوبة. بقى معقول تخنقيني يوم جوادي؟ ده انا النهاردة هتجوز جوز هتجوز. طوعني يا اسماعيل، محدش هيسعدك غيري. هخلي حياتك كلها نعيم في نعيم، هغرقك عز وفلوس. يا ست هو انت عفريتة منين؟ من بنك مصر؟ من البنك الاهلي؟ اعملي معروف كتر خيرك، انا مش عاوز اي حاجه. يا نهار اسود، عروستي واهلها جم. روحي ابعدي عني، ربنا يطول عمرك، ربنا يقصف عمرك. يا اهلا وسهلا يا اهل. اهلا وسهلا، اتفضلوا. نتفضل على ايه؟ على الغدا. اما ماما النهارده عامله لكم شويه حمام بالفريك، تاكلوا صوابعكم وراه. انت مش بتحبي حمام ماما يا بطه؟ يا اختي ما تاكلوا، انتوا مكسوفين ولا ايه؟ ده احنا بقينا اهل، البيت بيتكم، اتفضلوا. ناكل ايه؟ حمام، فراخ، اللي يعجبكم. حاضر ناخد حمامه.
انتم مصبرينها ولا ايه؟ هتدوها للجيران يعملوا عليها عزومة تانية؟ الله يجزيك يا حبيبتي، انت ما بتاكليش حمام ليه؟ انت مكسوفة. الحقيني يا ماما، الحمامة طارت. لا 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 يا نهار اسود، انتوا جايبين لنا الحمام صاحي صاحي؟ ده انا اللي طبخها لكم بايديا. جرايه يا جماعه، انتوا عمركم ما خدتوش حمام ابدا. فوق يا نفوخي الجن. حمام 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 ماما حا ماما حا ماما حا ماما حمام ماما حمام ماما. ما تتكسف بقى الله يخرب بيتك. يلا بينا. حمامي 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 حمامي. على فين يا جماعة؟ بقى معقول تعملوا عقلكم عقل حمامة صغيرة قد كده؟ اخرس يا قليل أدب. أيوه. أنا جوز بنتي الواحد حاوي مهزأ زيك؟ ده أنت اللي كنا بنقول عليك عاقل وكامل. تطلع خسران وتلفان وعشان سجن. يا زلابية اخرس زلابية. طيب يا بس خليك على حطها ليل الادب. يا ناس والنبي يا ده معمول فيا مقلب يا اختي. ده احنا اللي كان حيتعمل فينا مقلب يا مهلسنجي يا بتاع العفاريت. يا اسمك السوداء يا اختي الباقي سندي عين امك سد قلبي اتكسر يا ماما. زلابية. نعم يا بابا. صرمله يلا قدامي انت وامك. الحمد لله اللي ربنا كشفه قبل ما نندب فيه. يلا على بيت خالتك. يا شمروخه فندم. ابعد عني يا ست ضربه الدم هاني. ابعد عني يا زلابيه. يا ناس افهموا حكايه المنيله. قبل ما امشي من هنا. ايوه هقول لك كلمه واحده. اتفضل. لعنه الله عليك يا دهوتي. انا ايوه هقول لك كلمتين. انت طيبه قول. لعنه الله عليك مره طيب. انا هقول لك كلمه واحده. قول يا روح. كيف اول يوم ومشيتك ليا عالحيط؟ ده عليكي زي الميرك كروم. خلتني افضل ادا عليكي واقول لعقلي عقلي يكونش متهيأ لي يقول لي عقلي لا هو قول لي روحي يا روحي دي ناوية تطلع روحي تقول لي روحي ياللي كركب بالمطارين ياللي عبرك تسمعين ياللي ليلتك زي الدين. اعمل له اكل اعمل له اكل اول يوم لقاكي والله يهد الحيل واوام يلخبط خط السير ده اللي يشوفوك في نص الليل ما يصبحوش ابدا على خير واقول لقلبي يا حسني دي طفشت لي عروستي يقول لي قلبي قام واقول لي رجلي يا رجلي دي ناويه تاخد اجلي تقول لي رجلي ياللي فرقت الزوجين ياللي زي خراب البين ياللي سيبت الرجلين. اعمل له اكل اعمل له اكل اعمل له اكل اول يوم من الذي حضر هذا اليوم؟ طلعت
الإئذان قلة أدب وأمور عفاريت، ما شفتهاش على أي شطان، أغلب تولى عليك كبريت، وأقول لعيني يا عيني في حاجة بينها وبيني، تقول لي عيني آه، وأقول لي بقي يا بقي خلاص يا ده يا دقي، يقول لي بقي ياس اه ياللي أسستي وهديتي اه ياللي عايزة تخرب بيتي اه ياللي بالحنجر خشيتي من لقاكي من لقاكي من لقاكي اول يوم انا نفسي افهم بس ايه اللي مزعلك يا حبيبي؟ مبسوطه وش النكد يا روشتة العتمنه يا حولة الغم، انا انت طيرت عروستي وام عروستي واب عروستي، مبسوطه بقى؟ يا سلام، انت زعلان مني؟ لا العفو، ده مبسوط، مبسوط قوي بقى، خربت بيتي وتعست حياتي وتقولي لي انت زعلان مني؟ لا ده انا اخدك اوديك معايا قبيش. انا متاسفه. متاسفه على ايه؟ على خراب مرضى بنت المؤذيه. اشتم فيا زي ما انت عايز، هستحملك لاني بحبك. لسه بتقولي لي انا بحبك؟ طب وشرف ابويا ان ما خرجت من هنا لا انا دالي عليك جرده ميه او خليك تكون تراب. اعمل فيا اللي انت عايزه، انا هفضل جنبك على طول. كده؟ طب انا هسيب لك البيت واروح. هتروح فين؟ وانت مالك رايح في ده؟ وحياتك تقول لي. والنبي لما تعملي معزه مش ممكن اقول لك ان انا رايح اضرب تليفون لعروستي علشان اصالحها. خليكي هنا بقى يا بنت المؤذيه. تسمح لي بالذي هو تليفون؟ اتفضل. انا متشنك راك عايز تفضل. الو فطير ميشيل زلابيا؟ لا انا خالد زلابيا، تعالى يا زلابيا كلمني في التليفون. حاضر يا صاحبي. الو مين؟ انا اسماعيل. عايزه ايه يا سافل يا مجرم؟ لك عايز تكلمني بعد اللي حصل منك. انا ما حصلش مني حاجه يا زلابي، انا جاي احتضر لك في التليفون واقول لك ما تكلمهاش. ابعد عني يا وش الفقر، مش عاوز اشوف وشك. سافل يا منحطي يا قليل الادب، ابعدي يا ماما. اديني فتحت السكة. نعم. بقولك ما تكلمهاش عشان خاطري. بقولك ابعد عني انت يا بنت المؤذية احسن ادب صوابعي في عينيك. انت بتشتمني يا حكتك النيله، بتشتمني يا صدمان يا ندمان يا كحيان يلي بيخوفوا بك العيال. مين هو اللي بيشتمك يا ضريبة يا مراتي؟ المنيل على عينه خطيب بنتك. خاطري انت يا فندي يا قليل الادب بتشتم مراتي؟ بتشتم حرم المسون؟ ما تكلموش. مضغوري بقى من وشي يا بنت الجنية. لا ده انا لازم اضربك يا مجرم. لا ده انا اللي هضربك يا مجرم. انا اللي هضربك. انا اللي هموتك. انا اللي هضربك. بقول لك انا اللي هطلع روحه. اسمع يا بندي اضرب نفسك بالقلب. حاضر. الحد التاني يا قليل انا. اي. اوكي وطيب وحاضر. اهو. اسمع اتفوق على وشك وخد السماعة دي في نافوخك. يا نافوخي يا اخي. مالك بتعيط ليه؟ لا ولا حاجة، ما هو كله من تحت راسك يا سنترال الازلية. انا عملت حاجة؟ لا ما انت نيلتيها اكتر واكتر. اصل وانا بشتمك عروستي افتكرت ان انا بشتمها، جابت ابوها وامها في اعين قلمين. ازاي؟ دول لسه بكلموك في تليفون. ايوه يا ستي ما هم ما كانوش طايليني، قمت انا ضربت لهم نفسي. طب وانا مالي؟ بقى كل المصايب اللي من تحت راسك دي وتقولي لي انا مالي؟ اقطم زمارة رقبتك
احط عينيا في صوابعك. انت بتكلم نفسك يا استاذ. لا يا اخويا انا ما بكلمش نفسي، انا بكلم المتنيله اللي قدامك دي. الله، هي فين دي؟ انت لازم تجنن. سلامه عقلك يا استاذ. لا لا سلامه ولا حاجه. خد التعريفه وحق المكالمه وخلي الباقي علشان الله يخرب بيتك. تعريفه؟ يا دهوتي والنبي والنبي يا خرخ والنبي يا سلام والنبي ارغي بس كده. اديني قفلت الباب بالمفتاح. اما شوف بنت العفريته دي هتخش هنا ازاي. والله لو قعدتي 300 سنه ما انا فتح لك الباب. عليك نور، خد الكنبه دي حطها ورا الباب. فكره بقى، تعالي شيلي معايا. يا اداره الامن العام. ايه انت اتخضيت مني؟ لا ده انا طلعت روحي منك. انت عارفه مني ايه؟ رجعت تاني ليه؟ مش كفايه رفضت حياتي وطيرتي لي عروسك وخليتي عيلتي زي الناس الحاسه؟ اصل بيتك عاجبني وهفضل فيه على طول. مش عاوزك لا تشوفيه لا بخير ولا بشر، ما تشوفهوش ابدا. اديني ماشيه. بس اعمل معروف، خلي بالك من الامانه. امانه؟ أمانة إيه؟ أنا خدت منك حاجة؟ لا، لكن أنا حطيت أمانة عندك في الدولاب. حافظ عليها كويس، أصلها غالية عليا أوي. أكبر. يا نهار أسود. أمانة إيه يا إخواتي اللي شايلها لي في الدولاب؟ هدوم؟ مش معقول. صيغة؟ مش معقول راجل يلبس صيغة. أمال بس إيه يا إخواتي اللي شايلها لي؟ الدولاب ماله؟ في ايه؟ في حاجه؟ في قتيله، في جنايه، في عشماوي. قتيله؟ يا حفيظ يا رب، والله ده بيتهيأ لك يا ابني. ده انا شايفها بعيني دلوقتي جوه الدنيا. انت يا ابني جرى لعقلك حاجه؟ لازم جتتك مش خالصه. دستور يا سيادي دستور. اذا ما كنتيش مصدقاني روح افتح الدولاب هتلاقي القتيله مشرفه فيه. يا لهوي السفن. هي فين القتيل؟ القتيلة؟ راحت فين؟ أنا ما بقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. دي كانت هنا، راحت فين؟ لازم راحت السيمة. مش بقول لك يا ابني انت لازم جرى حاجة في عقلك. اما اروح اولع لك الدفاية واجيب لك شوية بخورة بخرك بيهم. انا لازم اتجننت. والنبي اطمنيني يا ماما، انا صحيح مجنون؟ ده اللي يسمع كلامك ويشوف افعالك يقول عليك مجنون. ابن ستين مجنون. اعوذ بالله، ما هي اللي خلتني اعمل كده. هي مين؟ العفريته. عفريته؟ انت لسه عاوز تفهمني ان عقلك سليم؟ صدقيني يا ماما، يا ماما انا اصلا اتعرفت بواحده اتقتلت، فبقى كل يوم يطلع لعفريتها ومش راضي يفارقني بوتيتل. وبعدين؟ محدش خسر العلاقات بيني وبين عروستي واهلها الا العفريته الملعونه دي. فاذا ما كنتش هتجوز عروستي انا هموت نفسي واختصر حياتي وارتاح من الحب ومن العفريت. بقى اسمع، ان كنت عاوز عروستك ترجع لك تاني لازم تروح لها ببيت خالتها تصالحها وتصالح ابوها وتصالح امها. حاضر يا ست، انا مستعد اروح اصالحها وارضيها وابوس طراطيف صوابع رجليها الدبل. لا ما تندلقش عليها قوي كده، لا تحط لك لجام وتركبك وتسوق. تراضيها معلش، لكن تبوس رجليها لا. انت لازم تكون راجل ابن راجل ابن راجل ابن راجلة. انت تقدر تمسك القمر بايديك؟ طبعا لا. لا تقدر. خلاص هقدر، احنا ورانا ايه؟ لكن ما تقدرش تتجوز بنتي ابدا. ايوه بس يا شمروخه فرد. اخرس. طيب انت تقدر تمشي على السقف وتبلد راسك دي في الارض؟
يا ماما اظن طبعا لا. لا تقدر. خلاص اقدر. لكن ما تقدرش تطول مسمار كعب جزمة بنتي دي ابدا. ايوه بس يا ضريبة هانم. مش ممكن. يا ماما بس شوف الحكاية. ما هو بقى. مش ممكن. شوفوا لنا انتوا بقى الحكاية دي. مش ممكن. اسكتي يا ضريبة. مش ممكن. انت دورك في الكلام انتهى وجه دوري. مش ممكن. دوليا سد خلينا سد نفسه. مش ممكن. اما وليا بجح صحيح. اما انك راجل بلد صحيح. ضريبة. شملوه. صلوا على النبي واخذوا الشيطان. ايه المرعى دي؟ احنا جايين لكم لحد البيت علشان سماعين يستسمحكم ويصالح عروسته. عجبكوا عجبكوا، ما عجبكوش ناخد بعضنا وتننا ماشيين. مش ممكن. ويعجبكم تقدمولنا الحمام بيطير؟ ويعجبكم تقدمولنا الحمام المحمر بريشه؟ والله العظيم يا ناس دول كانوا مدبوحين ومنتوفين ومسلوقين ومحمرين. ايوه مدبوحين وردت فيهم الروح ومحمرين وبيكاكو. انت مجنون. انت عاوز العباسية. على كل حال الغلط مردود. يا بخت من قدر وعفي. ده واحد صاحبه يا اخواتي اللي عمل فيه المقلب ده، خد الحمام المستوي وحط بدانه حمام صاحب. اه والله نبي ربنا. اعمل ايه والنبي ربنا يخليكوا. انا اسف قوي. انت عفى الله عما سلم. يعني ممكن ابوس راسك وراس حماتي وراس امي. عرفت. ايوه كده سيبوهم يصطفل هو وعروسته. اخش؟ لا متشكر. اقعد؟ لا متشكر. اما شبك مين؟ انا؟ لا انا. بحسب انا. انت جاي ليه وعايز ايه؟ جاي اتقدم واتاخر واتاخر واتقدم واركع عديز واطلب الرحمه والغفران. يا سلام. الله يسلمك. ما بعد فصل البلد اللي حصل منك وشتيمه في التليفون جاي تطلب مني ان انا اسامحك؟ مش احسن ما اطلب منك جنيه سلف؟ ما تحاولش تخليني اضحك على كلامك. انا يستحيل اسامحك ابدا ابدا ابدا. وانا مش ممكن اصدق ابدا ابدا ابدا. عشان ايه؟ علشان انت بتحبيني. لا انا بحبكش. لا بتحبيني. لا انا بحبك. لقمه القاضي. اسمعي انا غلطان يا حياتي، احكمي عليا الحكم اللي يرضيكي. تحبي اضرب لك نفسي قلمين؟ ادب صوابع نفسي في عينين نفسي؟ تحبي اتغصب وابوس ابوكي شملود؟ سوس للنوس. الغريب انك بتصعب عليا بشكل. خلاص رضيت عني. خلاص اعطيني القبلة. يا ماما انا ما شتمتها، انا اقصد قصدي من المكلوبه اللي قدامكوا دي. مين هي دي؟ هو في حد في الاوضه غير بنتي؟ اصل يا ناس ما حدش يشوفها غيري انا. مين؟ انت هتخرف تاني يا ابني. عفريته يا ماما. عفريته يا لطيف يا لطيف يا لطيف. انا هعمل فيك ايه؟ اموتك يا ماما. انا اللي اجيب الدكتور بتاع المجانين. انا مش مجنون. انا مش مجنون. قول لي من فضلك انت اسمك ايه؟ اسم ايه؟ اسم الانسه حنفي. الانسه حنفي؟ هعمل لك ايه يا اخي؟ اسم اسماعيل. عاشت الاسامي يا اسماعيل. الله يسلمك. والنهارده ايه؟ النهارده؟ النهارده الاثنين. مظبوط. طيب تقدر تقول لي دي تبقى ايه؟ دي؟ مكوة رجل. مكوة رجل؟ اعمل لك ساعة يا اخي، انت فاكرني عبيط؟ برافو برافو. الله يخليك. طيب وانا لابس ايه؟ دي بقى لف حضرتك كده. مبروك. كومبيليزون. اعمل لك ايه؟ جاكيت وبنطلون. لابس بدله يعني. كويس. طيب تقدر تقول لي مين اللي واقفين دول؟ اقول لك يا سيدي، عروستي ام عروس ابو عروستي، ام عروستي امي، خاله عروستي. عال عال قوي، اجاباته في منتهى العقل. يعني مش مجنون يا دكتور؟ مستحيل، ده عاقل جدا. الحمد لله. الحقني والنبي ابوس رجلك كله. اسم الله عليك وحواليك، النبي حرصك وصاينك. أيه. يعني دلوقتي ما انتش شايف عفريته قدامك؟ لا. العفريته ايه؟ يا حرام يا سلام. يا فين العفريته؟ على الشباك بتطلع الانسان. سيبوني عليها يا استاذ. يا دويتي يا دويتي. حي يا ماما. انت عاوزه مني ايه يا بنتي المبطع؟ طب ها طب ها.
عيني يا عيني. أنس الله يأنسك. الحصان ملوش نفس للأكل، خدوه ودوه الجراش. بس لما حصان يروح الجراش، أمال القطنبلات تروح فين؟ تروح السفخانة. بس أنت بتضحك على مين؟ بتضحك علي أنا؟ أنت مش عارفني يا بروتس. بروتس؟ بروتس ده يبقى مين؟ والدك؟ عرفتني دلوقتي يا بروتس. بروتس مين يا ابن المخبولة؟ ما تقولي عاوز ايه وتبقى مين؟ انا يوليوس قيصر. يا حلاوتك. ايها الخائن، ايها المجرم، ايها الجبان، ايها التمرجة، ايها الدكتور، ايها حد يحسني من ايده. بروتس. نعم. استناني هنا لما اروح اسن السكين واسن المقص. يا نهار اسود، بقى هيسن السكاكين ويرجع. الحقوني يا بتوع المستشفى، يا مين يخلصني من ايدين يوليوس قيصر يا عالم؟ انا هخلصك يا كتفني. مين انت ورايا كمان في المستشفى يا بنتي المؤذيه؟ طبعا انا ما يخلصنيش يجرالك كده. هو اللي جرالي ده جرالي فين؟ من تحت راسك انت. اسمع يا اسماعيل. نعم. انا بحبك ولازم اخلصك من هنا. يا ست حبة بورس، بس اخلص ازاي دلوقتي؟ حيمر عليك الدكتور. حلو. لما يسألك عن العفريتة. أيوة. قوله انك مفيش عفاريت، وانا كنت سكران لما قلت كده. فكرك انه حيصدقني ويسيبني ولا يعمل لي محضر سكر وعربدة؟ حيسيبك على طول. اهو الدكتور جه. قوله زي ما قلت لك. نهارك سعيد يا اسماعيل. سعيد مبارك يا دكتور، ابوس ايدك تخرجني من هنا. انا بقالي خمس ايام انا روحي طلعت. اعمل معروف، اعمل معروف، اعمل معروف قبل ما ياكلني يوليوس قيصر والزناتي خليفه. اخرجك ازاي؟ انت عاوز تروح للعفريته تاني؟ عفريته ايه يا دكتور؟ هو في حاجه في الدنيا اسمها عفاريت؟ ده انا كنت سكران يوم ما قلت لك كده. يعني ما بتشوفش دلوقتي عفاريت تدخل لك الشبابيك ولا حاجه؟ اعوذ بالله، دي الخمره هي اللي هيقت لي. على كل حال دي بشرة خير. انا هخليك تحت الملاحظة يوم كمان. ولما الاقي عقلك سليم هخليك تخرج على طول. اعمل معروف، الحقني قبل يوليوس قيصر ما يذبحني. ما تخافش، انا هخليك تحت الملاحظة لحد اخر النهار، وبعدين اخليك تخرج ما دمت عايش. روح، ربنا ما يغلب لك مستشفى يا رب. دي ليلة بيضة الليلة دي. يا الف مبروك يا ابني اللي رجعت لي بالسلامه. النبي يا ماما، انا ما كنتش مصدق ان انا حنفد من ايدين يوليوس قيصر ده. ده انا شفت مر المر بصرايه المجازين. ما هو انت اللي جايب الغلب ده لنفسك يا ابني. فضك بقى من حكايه العفريته واتبه لشغلك. ده احنا بقينا على الحديده من قله شغلك. حتى الحديده يا ماما اللي احنا عليها انا بعتها اول امبارح. ان شاء الله انا رايح للتياتر اللي كنت بشتغل فيه، وان شاء الله مش هرجع لك بايدي فاضيه. يلا يا ابني. يلا يلا يا حبيبي. ادعي لي يا ماما اطلعونك. ادعي لي. الهي يسهلها لك يا ابني. الهي يفتح في وشك باب الرزق. ايه العجل اللي بيشخر ده؟ يخرب بيتك ابو وش عكر ده. يا صلاة النبي. ليه؟ يا نهار اسود. القماش هوبا، الجيب هوبا. قفشتك يا حميد وقتل القتله. ايه ده انت مين؟ انا مين؟ انا اللي حوديك اللومان، انا اللي حوديك في داهيه. مش انت اللي قتلت كيت الرقاصه؟ كيت مين يا مغفل؟ ايوه انا. استغفرني، كل بعقل جله. ده انا معايا الدليل اللي هيوصلك لعشماوي عدل. دليل ايه؟ الدليل ده هو. مش ده الجيب اللي اتشبك في الشباك بعد ما قتلت كيتي؟ يا بوليس يا شاويش شا يا بوليس. ايه في ايه؟ ايه بوليس كيت في وقتك؟ اقفش. ايه ده اللي قتل الرقاصة كيتي وانا معايا الدليل اهو. انا هنا. الله، انت قفشني كده ليه؟ بقولك اقفش. هو تقفش نار. اخلص. فين الجثة؟ جثة؟ جثة ايه؟ عن جثة كيتي. ليه؟ هتشغلها عندك؟ لا، عاوزينها عشان مش عارفين نصرف قيمة التأمين على حياتها الا اذا شافوا الجثة واثبتوا انها ماتت. فين الجثة؟ عندك؟ هو هخلي الجثة عندي ليه؟ هو انا خاوي جثث؟ وشرف امي ما كنت هتقول فين الجثة؟ انا هقتلك. فين الجثة؟ وشرف امي انا بقى، مش امك انت، ان انا ما اعرف طريق الجثة فين. فتش فتش جيوبي، فتش بقي. اسمع يا مهلك. ايوه. انت تاخد المغفل ده وتستعمل معاه كل وسائل الشدة لحد ما يدلنا على مكان الجثة. ايوه حق. عندك حق. تعالى هنا. رايح فين؟ يا شوي يا اسمعني. والنبي والنبي.
فز. ليه؟ قوم. يلا والنبي والنبي. خش. طيب ما يصحش، خش انت الاول. خش. حاضر ساخش، بس قول لي احنا فين دلوقت؟ في جنينة الاندلس. خش. ايه ده ايه ده، انتوا بتعملوا ايه؟ بنستنى. تعالوا عندنا شغل مهم قوي. انتوا عارفين احنا مش قادرين نصرف التأمين على حياة كيتي لاننا مش عارفين فين مكان الجثة. ايوه ايوه. النهارده لقيت راجل عارف الحكاية وعارف مكان الجثة، مفهوم؟ مفهوم. الراجل ده موجود تحت في الأوضة التحتانية، عاوزكم تخشوا على مخازن الملابس تلبسوا لبس العفاريت وتخشوا عليه تخوفوه وترعبوه لغاية ما احترف فين مكان الجثة. يلا كل واحد شوف. يا ريس. يا ريس. اه يا وسط الذي انقطع ميالي. بقى يا اخواتي سرايه المجازيب مش احسن من هنا، يا ترى هيجرى لي ايه؟ هيعملوا فيا ايه؟ من الذي احضرني الى هنا؟ يا وقعت المهبب والنبي يا رب، يا رب والنبي. إلى أنستنا. ما هو بينه ده يا ابن الناس. أيوه. أنت لسه صغير فعلا، عاوز تعيش وتشوف الدنيا. بدل ما طاير رقبتك. تقول لنا فين مكان الجثة. يا سلام، عشان اقول لك على الجثة تقوم تطلع لي الحكاية دي؟ طب يا اخي ما تقول كده من الصبح. طب هي فين؟ وشرفك معرفها هي فين؟ لا. ايه؟ لا بقى، ده انت تديني رقبتك. اتفضل. اخ يا اخ استنى، انت هتعمل ايه؟ ولا حاجة، انا هطير رقبتك. طب يا اخي مات. اتفضل. لا والنبي الله ينجح لك المقاصد، ده انا ما عنديش رقبة غيرها. والسلام عليك. ده النبي بقى اخلص من عفريت واحد الاقي ربع دته عفاريت. اعترف. اتكلم. انت قول. وان انا في عرض جاه النبي. يا نهار اسود، انا فين يا اخواتي؟ اكون شمت ودخلت جهنم يحاسبوني. ما تخافش يا اسماعيل، انا جنبك. الحقيني اعملي معروف احسن، قرايبك هياكلوني. انت بتكلم مين؟ هتستعبط وتعمل مجنون؟ ما بناكلش من الكلام ده. لا يا شيخ، رقبتك هتطير الليلة، انت فاهم؟ انا هتطير الليلة. ايه؟ ما توريني بقى جدعنك يا حميدو يا ابن المبزية. عاوز تخلص من الدوشه دي كلها يا ابني وتريح دماغك؟ ابوس ايدك. اكتب لي ورقه على انك قتلت كيتي. لكن مش انا اللي قتلتها لوحدي. امال مين؟ ده الاستاذ عادل هو اللي حردني علشان يقبض التامين 10,000 جنيه. كده؟ حلو. خد اكتب الورقه دي وريح دماغك خالص. ده حاجه بسيطه قوي. خد. يا سلام. الا كايز ده اوبزي. انت كا. ايوه. اكتب كويس عشان نعرف نقرا الخط. ايوه. حلو. ومقف عندها يا جماعه بتوعك كتفوا. خد ادي الحبل اهو. تعال انت اخينا. انت يا جدع. لا لا لا، سيب سيب سيب. تعال اخويا خش خش. وتسمح تخش انت كمان؟ حاضر. ايوه. مين سكاك كده؟ لف لف يا ولد. كمان سامح على الجنب.
انا مش عارف بس البجاحه بتاعتك اللي تخلينا نركب عربيه مش بتاعتنا. نعمل ايه ما دام مفيش تاكسات؟ طب خلصينا بلا تاكسات بلا مكسات، اعملي معروف مدي بينا شويه عشان نروح البوليس عشان يمسكوا الحراميه وعشان انا اقابل خطيبتي. انت مستعجل ليه؟ مش نشم الهوا على الكوبري؟ فعلا هوا يا اخي هوا لما ينزع ضلوعك. اعملي معروف خلصينا مدي. حسبي حسبي الاشاره الحمراء الاشاره الحمراء. ولا يهمك. يهمني ايه؟ يا نهار اسود الكونستاب ليه جاي ورانا يا داوود؟ مبسوطة بنت الرافه دي اهو الكونستاب ده قفاشها. انت ازاي تكسب الاشاره يا استاذ؟ طلع الرخصه. مش حدي لك الرخصه. اتفضل على الاسم. اوي ابوس رجلك اهو ده اللي انا عاوزه. اتفضل قدامي. قدامك. اتفضل يا بنت القمر. اتفضل اتفضل حضرة الظابط. اهو يا حضرة الظابط. انت اللي اسمك عادل كمال؟ ايوه فندم. اقبضوا عليه. عشان ايه يا حضرة الظابط؟ انا بريء. ابقى دافع عن نفسك قدام النيابة. نيابة؟ اتفضل. خلصني. مالكش دعوة قدامي. الورقة دي مكتوبة بخطك؟ ايوه يا فندم. ايه رايك بقى في الاعتراف بتاع زميلك اللي بيقول فيه بانك المحرض على قتل كيتي وشريكه في الجريمه؟ مفيش فايده من الانكار، لكن الله يخرب بيت اللي خلاني عملت كده. ومين اللي دفعك للجريمه دي؟ القمار، لعنه الله على القمار. يلزم اي خدمه تانيه يا حضره النيابه؟ لا متشكرين. يلزم اي تهمه يا جماعه؟ كتر خيرك. طب سلام عليكم يا ماما. ايه مين اللي بيتجوز؟ بنتي والليله ليله دخلتها. دخلتها؟ دخلتها ازاي وانا مش موجود؟ انتوا عاملين دخلتها غيابي؟ غيابي ازاي؟ العريس ما قدامك اهو زي القمر مالو هدومه. عريس ايه ده زي اللوح؟ هو في عريس غيري انا؟ طبعا. امال هنجوزها لواحد مجنون زيك؟ يلا بره بره من غير ما ترد. حاطه شمع ليه؟ هي هتتجوز في رمضان؟ يا بنت اعملي معروف الله يخليك. حشيني انا بحبك انا بموت. مبروك يا سعيد. مبروك على ايه؟ ده انت كان لازم تعزين. بالعكس ابارك لك لانك هتتجوزني. انا اتجوزك انت؟ مش معقول. ليه؟ انا مش واحده ست. ايوه يا ستي انت واحده ست بس عفاريتي وانا انسان من بني البشر. انا منفعكيش. طب انت بتعيط ليه؟ بعيط على خيبه الصوت، بعيط على العروسه اللي طارت مني. لو ما كنتش شفتي كنت زماني متجوزها. بس كده؟ اه. انا حرضي لك الخدمه اللي خدمتها لي واتجوزها لك. حلو الحقيني اعملي معروف. اتفضل. حاضر. Thank you.
خلصني من عفريتك. ما خلصت جوز بنتك يا اخي. انت اللي هتتجوز بنتي. لا عريس الا اسماعيل. اسماعيل ابوس ايدك يا اسماعيل. انقذني ادركني يا اسماعيل. بس عشان خاطر انا كفايه. ايوه مسكينه ما تتكسفيش يا عروستي. كيتي لبسيها. معقول ما تجوزكيش؟ ده انا كنت انتحار. عاوزه ايه تاني يا بنت المؤذيه؟ حسيبك بس بعد ما نزفتك. ايه ده؟ انت بتكلم نفسك؟ يا ست فوتي الليله ده على خير. اتفضلي زفتيني. Thank you.